نرحب بحضراتكم مجددا في اخر فقرات في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه سموحه والزمالك وفقره الحالات التحكيميه. والدنيا اصلا يعني مشتعله جدا يا كابتن ياسر، بيشرفني طبعا منورني كابتن ياسر عبد الرؤوف خبيرنا التحكيمي. الناس كلها مستنيه الفقره، عايزه تعرف ارائك في الحالات التحكيميه المثيره للجدل. برحب بيك الاول. لا وبرحب بيك يا خيري. هي مش هتبقى ارائي، هي هتبقى اراء الصوره والقانون، مش اراء انا الشخصيه. طيب نخش على طول في الحالات التحكيميه في المباراه الاولى. كان عندنا طبعا مباراتين النهارده، سموحه والزمالك والبنك الاهلي وانبي. المباراه دي اداره تحكيميه لمباراه سموحه والزمالك محمود البنا، وكان مع احمد توفيق طلب، ابراهيم السوداني مساعدين، عاطف حسين حكم. طيب رابع، الصباحي ومصطفى مدحت. معلش قبل ما نتكلم في الحالات يعني هستاذنك ان احنا نتمنى الشفاء لكابتن سمير محمود طبعًا عثمان. يا رب يشفيه، وهنقول له يعني الحمد لله قدر وما شاء فعل. خبيرنا التحكيمي طبعا وزميلنا العزيز في القناه يعني تعرض لاصابه كده مش طفيفه او مش خفيفه في الراس، ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه باذن الله. الف سلامه عليك يا كابتن ياسر. يا رب يا كابتن سمير. سلام عليك طبعا بعد الشر عنك. بعد الفقره يبقى الف سلامه عليا. نروح لاول حاله وهي حاله سقوط داخل المنطقه لحسام، اللي هيكون الحقيقه معاه لينا النهارده اكتر من موقف. هنشوف الاعداد، هنلاقي ان الاحتكاك احتكاك طبيعي، ما فيش مخالفه من المدافع ولا تحايل ولا ادعاء سقوط من المهاجم، فكان قرار استمرار اللعب قرار سليم من محمود البنا، ومعاه محمد الصباح اللي اكد على قرار محمود البنا ما فيش وجود لاي نوع من انواع المخالفات. هنا البنا بيحذر حارس المرمى هاني سليمان ان لو عملت اي حاجه واخرت اللعب تاني هتاخد انذار حاله سقوط، وهو بيدي هنا مخالفه على المهاجم. نمشي بقى واحده واحده، هنلاقي ان ما فيش مخالفه من لاعب نادي الزمالك داخل منطقته، وبالتالي ما فيش وجود لركله جزاء، واثناء سقوط اللاعب سقط على رجله وبالتالي مخالفه سليمه. نروح لحاله ثانيه اللي خد فيها الانذار الاول، ولا مش دي الحاله؟ لا 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 لا، هنا كان في الحاله اللي فاتت كان في مخالفه، الحاله بقى دي هي دي اللي فيها السقوط، وهنا الحقيقه البنا اتعامل معاه برضو برفق. هنشوف ايه الرفق اللي موجود عند البنا او بروح القانون. نشوف الحاله من الزاويه الخلفيه ونقف عندها ونمشي فريم فريم، هنلاقي ان في التحام طفيف من لاعب الزمالك ما يقديش لمخالفه، ولكن نرجع فريم واحد هنلاقي ان حسام حسن هو من البدايه هو اللي بيحط رجليه الشمال في الارض. نشوفها معانا كده واحده واحده اهي، وبيدعي ان في مخالفه، وبالتالي يعني انا كان رايي في حاله من الحالات اللي زي دي لا، كان التحايل فيها كان يبقى اوقع، ولكن البنا اتعامل مع الحاله ان هي تمر بدون قرار من وجهه نظره، لكنها كانت تستحق هنا شعار بطاقه على ادعاء التحكيم بالظبط كده او ادعاء السقوط. نروح للحاله اللي بعد كده وهي حاله سقوط داخل منطقه نادي الزمالك، اعتقد عبد الله السعيد. هنشوف الحاله من الاعاده من خلف المرمى، والحاله دي على فكره مزدوجه. هتكلم بس الاول على عبد الله. عبد الله مشي بالكوره والكوره خبطت في رجل المدافع، وبعد كده السقوط ده سقوط طبيعي نتيجه الالتحامات الطبيعيه بين اللاعبين. اللاعب رقم 26 ما ارتكبش مخالفه، بل على العكس هو وصل للكوره في مرحله من المراحل، وعبد الله السعيد هو اللي رايح له، بالتالي ما فيش وجود لمخالفات. نتكلم بقى على الراجل اللي هو في الاخر خالص، ايوه تمام، ونشوف حاله المسك. حاله المسك استمرت ولكن مش لداخل المنطقه، قبل الدخول المنطقه على طول سابه، ولكن لو كان استمر المسك لداخل المنطقه كان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل ويقول له ان في ركله جزاء، ولكن خارج المنطقه مش هيقدر يتدخل. بتبقى الحالات دي صعبه على الحكم لان هو بيبقى مركز مع اللاعب اللي معاه الكوره فقط لا غير. هنا البنا اشار باستمرار اللعب ان في اتاحه فرصه، يعني كان في مخالفه على لاعب الزمالك، وبعد كده رجع اداله الانذار ووقف اللعب وبعدين استأنف باسقاط. طب نرجع بقى هنا فريم واحد ونشوف المخالفه. انا هتفق معاه ان المخالفه موجوده، ولكن ليه الانذار؟ هنلاقي ان اللعيبه الاثنين بطن رجليهم كمل 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 خبطت في بعض. ده بطن الرجل، بطن الرجل احنا بنتكلم في اهمال ما بنتكلمش في تهور، ولكن الحقيقه البنا قدر الحاله ان هي تهور ومعاه انذار. انا شايف الحقيقه ان هي مخالفه بس باهمال بدون انذار. لما وقف اللعب ووقف اللعب علشان يعالج اللاعب، فعشان كده استأنف باسقاط، ولكن لو كان وقف اللعب عشان يدي انذار كان هيستأنف بركله حره غير مباشره. حاله ثانيه البنا فيها ما اداش اي قرار، ولكن لما نشوف الاعاده هنلاقي ان في دهس على القدم وكان يجب احتساب مخالفه، ومعاها كمان بطاقه صفراء. تمام الدهس موجود، كان لابد ان هي يبقى في مخالفه وكمان معاها انذار، ولكن بالظبط كده. ولكن الحقيقه البنا ما قدرش يوصل للقرار السليم. حسام حسن تاني مخالفه ومعاها انذار، دي كوره حسام حسن وما عندناش اعادات ليها. فهنروح لنفس الكادر تاني. لا معلش طيب، هو لا نقف عندها نقف عندها عشان دي مهمه، فيها سؤالين عشان دي مهمه.
نرجع ونشوف المسك وبعد كده نشوف الانذار. طيب ونسجلها في دماغنا برضو معانا. ماشي. المخالفه موجوده، المخالفه موجوده، المخالفة. ان المسك موجود. تمام. السؤال الاول هو مش الانذار بيمنح لما بيكون الشد في حاله منع فرصه واعده؟ بالظبط كده، في حاله افساد او افساد هجمه واعده. تمام. او المسك الصارخ. تمام. والحقيقه ولا المسك الصارخ موجود ولا الهجمه الواعده موجوده. المخالفه موجوده، هتفق معاه ولكن هختلف معاه في الانذار، ولاحظ ان ده الانذار الاول لحسام طيب حسن. طيب يبقى السؤال الثاني بقى يترتب على الحالات اللي سبقت لحسام حسن، هل كابتن محمود البنا يعني لا اراديا كان مخزله فكره ان هو ادعى لسقوط مره فممكن ده بيحمل الحكم شويه؟ لا احنا مش هندخل في النوايا اي حاله. لا احنا مش هندخل في النوايا، ولكن هنقول ان ده كان تقديره في الحاله تقدير خاطئ. هو الحقيقه في مخالفه ولكن لا تستحق الانذار. عايز من هنا نفتكر حاجتين، الحاجة الأولانية الإنذار اللي خده، الحاجة الثانية الطريقة اللي استحقه في اللعبة. طريقة المخالفة وطريقة المسك، إن المسك هنا هنقول مسك يعني ضعيف. تمام. نتنقل للحالات اللي بعد كده. اللي بعده. وخلي بالك إن ده برضه هيأثر بشكل من الأشكال على قرارات الفار. حالة المسك هنا موجودة، وأعتقد إن هنا في فرق كبير أوي ما بين المسك ده والمسك اللي احنا شفناه في الحاله اللي قبلها. صحيح. هنا مسك وافساد هجمه واعده، لان قدامه مساحه ان هو يجري فيها، فهنا المسك موجود والانذار برضه مستحق لافساد هجمه واعده. هنروح لحاله احتساب ركله جزاء، وعايزين نراقب تحركاته البنا ومحاولته ان هو يوصل للتفاصيل، مال شمال وبعدين لقى سقوط فقام مدي ركله جزاء. نشوف الاعداد بتاعتها. لاعب الزمالك مر، وبعدين ايه اللي حصل؟ مش هنعرف من الكادر ده ايه اللي حصل. هل هو اللي مر واكتم عرقلته، ولا اللاعب نجح في ان هو يوصل للكوره؟ نمشي من هنا بقى فريم فريم ونبص لرجل الشمال للمدافع، وصلت للكوره وارتفعت، وبعدين الاحتكاك هنا تم عن طريق ان لاعب الزمالك بيكمل في طريقه الجري، فبالتالي هنا مفيش مخالفه من المدافع. هو لا خلاف على انه شال الكوره طلع عليه، لكن تمام. مش رجله كملت في رجل احمد حمدي؟ طيب رجله اللي كملت، طيب رجله كملت ولا كمان رجل احمد حمدي راحه؟ وكمان رجل احمد حمدي راح. دي الحركات الطبيعيه، دي الانتدابات الطبيعيه اللي هي بعد مرحله اللعب، فبالتالي كان الاحتكاك بعد كده ده احتكاك طبيعي، ولكن نركز عليه ان المدافع نجح في ان هو يوصل للكوره. نفس اللي احنا شفناه تقريبا شافه محمد الصباح حكم الفار، من هنا هيبان نفس الكلام اوضح. اللعب من المدافع تم، وبعد كده تم الاصطدام من لاعب الزمالك بقدمه. حكم الفار اكتشف الكلام ده، والبنا على فكره قدر ان هو يوسع لنفسه ويشوف، ولكن ما قدرش يشوف التفاصيل الصغيره احنا بنتكلم فيها. وبالتالي حكم كان الفار موفق وقال القرار قرار صحيح. بالظبط كده. وده اللي اقتنع بيه البنا من الصوره اللي اتقدمت له، الدليل واضح، لغى القرار، وده كلام محترم وكلام سليم. وبعد كده كمان هيروح علشان طريقه الاستئناف. هنشوف حاله وحاله برضو من الحالات المهمه، ركله حره غير مباشره، وتعمدنا ان احنا نجيب الثواني قدامنا عشان نشوف هل البنا كان محق في قراره ولا لا، فالساعه هي اللي هتقول. احنا عندنا مفترض ان المتاح لحارس المرمى 6 ثواني ممسك بالكوره، ولكن الحقيقه احنا الرقم قدامنا دخلنا في الضعف. بالظبط كده، فقرار البنا سليم مع حارس المرمى. نروح للحاله اللي بعد كده، وساعتها بيبقى القرار الاداري ركله حره، ركله حره غير ركلة مباشره بس. جميل كده. نشوف حالة هنا تانية شفناها في الإعادة، نشوف الحالة اللي بعدها. احنا هنا بس بنأكد ان اساسا ما كانش فيه تسلل ولا كان فيه أي حاجة، وماسك الكورة بالشكل ده فترة طويلة جدا، وعدناها بالعداد بتاعنا عشان نقول عدد الثواني كان قد ايه، وتجاوزنا تقريبا ال 13 ثانية. صحيح. حالة سقوط داخل المنطقة بنفس المعيار اللي اتعامل فيه مع حسام حسن، هو اتعامل بيه مع ناصر منسي، في احتكاكات، بالتالي هو ما اداش هنا مخالفة على المهاجم بادعاء السقوط، على الرغم كمان ان ناصر منسي هنا كان ماسك، ولكن كل ده احتكاكات طبيعية هتفق معاه في القرار. نروح تقريبا لأهم حالة في المباراة وهي حالة السقوط. هنلاقي ان البنا من الكادر ده ولحظة ما الكرة تكون مع حسام نقف، هنلاقي ان البنا هنا عمودي على اللعبة. طبعا. ده رقم واحد، يعني زاوية الرؤية واضحة. لا بالعكس، زاوية الرؤية هنا جسم حسام حسن هيبقى قافل على ايد المدافع اللي في ظهره، فكان قراره هنا ان هو وقف اللعب وده انذار للتحايل. طيب المسك موجود ولا مش موجود؟ هو ده السؤال. تمام. بالمعيار اللي حسب بيه
اللعبه اللي انا قلت لكم افتكروها اللي هي بتاعت حسام حسن نمشي بقى ونشوف. لو جينا قارنا بمعيار الحكم لا هنلاقي ان هنا المعيار اعلى. هنا المسك موجود ونمشي ونشوف برضو بقيه الزوايا. نمشي ونشوف بقيه الزوايا من هنا يمكن مش هيبان قوي لكن من الزاويه الجانبيه هو اللي هيبان فيها ايه اللي حصل بالتفصيل. بس هنا هيبان من ده اللي البنا هيشوفه. البنا هيشوف ان اللاعب بيقع ليه مش هيقدر يحدد التفاصيل ومش هيقدر يستنتج عشان هو مش شايف الايد اللي ورا بالظبط كده. هو مش شايف ايه اللي حصل. طيب راح للفار. قبل ما يروح للفار هنشوف زاويه بعد كده هنشوف الفار. ماشي خلاص نمشي 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 ونشوف التفاصيل بتاعتنا كانت ايه. هنا تقريبا ده اوضح كدر. الايد الموجوده في الاول ما عملتش حاجه ولكن لما بدا اللاعب عايز يروح في اتجاه الكوره حصل هنا المسك. تمام وبالتالي كان القرار المفترض ان هو يكون في ركله جزاء بمعيار الحكم اللي حسب بيه المسك اللي هو بتاع نص الملعب. الفار جاب له الحاله الحقيقه. البنا من وجهه نظره ان ده مسك مش مؤثر. تمام فبالتالي ما حسبش او ما رجعش طيب فيه. طيب يعني هي المفروض من وجهه نظرك ضربه جزاء لكن هو راح للفار وشاف ان هي برضه مش ضربه جزاء والمسكه مش مؤثره. تمام. طيب الفار هنا ما يدلوش الحقيقه ان هو يلغي الانذار الثاني على الاقل ان ده مش سيميوليشن من حسام حسن. طب انت عايز تقول ان طالما ان في احتكاك فهنا التحايل ملوش محل من الاعراب فبالتالي ان هو ممكن يتراجع لو البروتوكول يسمح. طالما خرج وعمل مراجعه ميدانيه وشاف الحاله بالشكل ده لو هو في تقديره ان ما فيش مخالفه تمام خلاص ده بابه هيقفله. الباب الثاني اللي هو باب التحايل وباب الانذار لو هو عايز يتراجع طالما ان شاف ان في مسك ولكن من وجهه نظره ان هو مش مؤثر من حقه ان هو كان يتراجع في الانذار وفقا للبروتوكول. طيب نخش بقى في اخر او المباراه الثانيه مباراه البنك الاهلي وانبي قدره تحكيم. لا هنا بس اخر حاله اللي هي بتاعت مهاجم طيب. الزمالك ناصر منسي. الدفع ده دفع مش ضرب فهتفق معاه في الانذار. دفع مش ضرب لا يرتقي الى اكتر من انذار بالظبط كده. طيب. لسه في حاله كمان. الحاله بتاعت الهدف. تمام طبعا في حالات اللي زي دي تسلل احنا بنروح للزاويه الجانبيه وهنشوف ابراهيم السوداني ايه وكان قراره ايه. هو سمح باستمرار اللعب. هنكمل لان الالعاب اللي زي دي لازم تظهر فيها الخطوط. هو الحقيقه تمركزه كويس سمح باستمرار اللعب. لحظه اللمس موجوده عندنا. الفار حدد ان قدم مهاجم الزمالك هي المتقدمه عن قدم مدافع سموحه وبالتالي القرار سليم وبحيي ابراهيم السوداني على قراره في الحاله. جميل طيب.